السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله غادي نبدأ التصحيح ديال الامتحان الوطني، وهذه المرة غادي نخدموا الدورة العادية 2019. أول حاجة قبل ما نبدأ الامتحان نقرأ لاباج داكو هي الأولى، ونحاول نشوفوا المعلومات اللي كيعطونا في هذا الامتحان الوطني اللي نحاول نستفدوا منهم. بحال جميع الامتحانات كما كتلاحظوا باللي كيقولوا باللي لو سيجي كومبورت او توتال 21 باج، في التوتال عندنا 21 باج. Le sujet comporte trois types de documents. On a de page 2 à 11 du feuille jaune. Yani l'examen عندنا مقسم لثلاثه ديال البارتي. La première partie en jaune اللي فيها le sujet يعني الاسئله ديال الامتحان. Les feuilles en rose qui sont les documents ressources اللي فيهم عندهم هاد qui porte à de la mention يعني عندهم هاد le symbole DRES. Ou des feuilles blanches اللي كيتسموا les documents réponse. دونك عندنا ثلاث بارتي كما كاينين في جميع الامتحانات، وهذه الحاجه مهمه بزاف باش نحاولوا ننظموا الاوراق ديال الامتحان ديالنا. نجيو لا بارتي الثانيه اللي فيها لي سوجي. لي سوجي عندنا فيه ثلاث بارتي، لاناليز فونكسيونيل اي لو ترانسميسيون دو بويسونس، لا بارتي ترانسميتر اللي عليها 24 بوين، ليتود انرجيتيك اللي هي لا بارتي ADC، و ليتود بارسيال دو لا شين دانفورماسيون يعني لا بارتي ATC. دونك هادو هما لي بارتي لي كاينين. وهنا كيعطونا لي كيسيون، عندنا لي كيسيون من لا كيسيون ان تال لا كيسيون 43 انسي دي سويت. هادو بعض المعلومات لي كاينين. لي مهم في هادو هما هاد لي تروا دوكيمون لي كيعطونا هنايا، ولي نومبر دو باج. بالنسبه لي نومبر دو باج حيت كيكون كبير بزاف، دونك التلامذ كيطيحوا في مجموعه ديال المشاكل ما كيعرفوش ينظموا الاوراق ديالهم. حنايا عندنا كما قلنا هنا في الامتحان عندنا تروا بارتي. دونك لا بارتي الاولى اللي هي هذه اللي فيها الاسئله، ها هي حطيتها بوحدها، غادي نخليها بوحدها. ولا بارتي اللي فيها لي دوكيمون ريسورس هي هذه، هما السامبول ديال دوكيمون ريسورس. هذه دوكيمون ريسورس 2، وهنا عندي دوكيمون ريسورس 3، غادي نخليها ابارت هي نحطها ابارت. وعندي دوكيمون ريبونس. لي دوكيمون ريبونس ها هو السامبول ديالهم، وما هذا يعني هذه الورقه اللي غادي نكتبوا فيها الاجوبه ديالنا، ورقة اللي غادي تحطو فيها الاجوبة. دونك اول حاجه غادي ندير نحاول نحيد عليا هاد لابارت دوكيمون ريبونس، انا مازال ما غاديش نجاوب تاع السؤال، نخليها ابار هنايا. نخلي الدوكيمون ريسورس تاعي مازال ما غاديش نحتاجها، نخليها تاعي ابار، ونخلي قدامي في الطبله جوست الدوكيمون. نحاول نقرا الامتحان ونفهم لو فونكسيونمون ديال لو سيستيم، ومن بعد ديك الساعه نبدا في الاجوبه. دونك غادي نخلي قدامي هاد لو ماركور هذا باش يعاونني باش لي دوني لي مهمين بالنسبه ليا نحاول نسطر عليهم. علاش؟ باش الوقيته اللي غادي نبغي نجاوب ما نرجعش نعاود ثاني نقرا التكست كله من الاول، نحاول نمشي ديريكتومون لي دوني اللي كنت سطرت عليهم، ونحاول ناخذ الاجوبه منهم. دونك غادي نقراو بعدا لانترودكسيون اللي قالنا هنايا لو سوداج بار بوين. نبداو بهاد لانتروديكسيون. كان لو سوداج باغ بوان ايت اون تكنيك يوتيليزي باغ بوغ اسومبلي دي طول. دونك هنايا كيهضرو لنا على واحد لو تخيتمون اللي كتسمى لو سوداج باغ بوان. دونك انا كنحاول ما امكن انني نسطر على المعلومات اللي كيبانو ليا مهمين، مثلا هنا لو نون ديال لو سيستيم، لاش كيصلح، لو بيت ديالو هو بوغ اسومبلي دي طول. نحاول ما امكن انني نسطر على كاع لي دوني اللي كيبانو ليا مهمين. Donc, on a également le soudage par points est une technique utilisée pour assembler des tôles conductrices des courants électriques de même matériaux ou de matériaux différents possédant des températures de fusion et des épaisseurs similaires ou très proches. Donc, le soudage par points, je ne peux dire, l'ADF dit, c'est assembler les tôles. Had les tôles, de la condition de l'homme qui se met comme conductrice de courants électriques, Mosselil Tayal Karabaï, de matériaux. دو ميم ماتيريو يعني يكون نفس الماتيريو اولا دي ماتيريو ديفيرون. الشرط الثاني هو بوسيدون دي تمبيراتور دو فيزيون اي دي زيبيسور سيميلار، عندهم واحد درجه ديال الانصهار متماثله، و لي بيسور السمك ديالهم يكون متقارب. سي تكنيك كونسيست ا سيري لي طول ا اسومبلي، يعني الهدف ديالها الدور ديالها سي كونسيست ا سيري يعني كتزير لي طول ا اسومبلي لون كونتر لوتر اونتر دو دي الكترود اون كويفر au moyen de circuits hydrauliques, pneumatiques ou électromécaniques. Donc le moyen pour serrer, pour que nous ayons les tôles, soit les trois méthodes.
دونك انا ما عنديش شي طريقه اللي كنعتمد عليها باش نشوف لي دوني اللي مهمين. كنحاول ما امكن اني نقرا, ولي دوني اللي كيبانوا لي مهمين نسطر عليهم. هذا جيست باش نسهل عليا نلقى نعرف لي دوني ديالي. دونك انا بوي لي فير ترافيرسي بار ان كورون دو تري فورت انتونسيتي 500 à 150 000 امبير. دونك انا غادي نديرو السيراج ديال لي طول, من بعد غادي ندوزو واحد لو كورون اونتر 500 et 150 000 امبير سوز اون تري فابل تونسيون 1 à 30 فولت كونتينيو او الترناتيف. Pendant une durée déterminée de 5 millisecondes à 3 secondes, suivant la résistivité et l'épaisseur des tôles à souder. Donc, la technique, c'est quoi? C'est serrer les tôles, à l'aide d'un circuit hydraulique, pneumatique ou électromagnétique. Maintenant, le courant de 500 à 150 000 ampères et une très faible tension de 1 à 3 à 30 volts. Continue alternative pendant une durée déterminée 5 millisecondes à 3 secondes. Donc, elle s'est quand même pour la période entre 5 millisecondes et 3 secondes jusqu'à la création d'un point de fusion. Voir figure ci-dessous. Il y a de la figure, il y a de la figure, le texte. Les électrodes sont refroidies à l'eau. Donc, لو سيستيم عندنا هو هذا, ولا لا تكنيك اللي شرحوا لنا هي هذه. لي طول اللي هضروا عليهم هما هاد الجوج, هادو جوج ديال لي طول. وعندي جوج ديال لي زيلكترود, ان الكترود موبيل ان الكترود فيكس, واحد ما فيكس ما كيتحركش وواحد موبيل. وعندي لي بوين دو سودير, هما هادو هما لي بوين دو سوداج او لو سوداج بار بوين اللي كيهضروا عليه. وهادي سي اون اوتر فيو, يعني فيو دو غوش مثلا ولا فيو دو دروات. فيو دو غوش مثلا هادي هي اللي كتشرح لينا les électrodes كيفاش كيديروا لو سوداج. ننتقلوا مازال هنا, قلنا pour réaliser un très grand nombre de points, باش نديروا اكبر عدد ديال لي بوين دو سودير سور دي طول à des points précis, les entreprises sont équipées de robots industriels de soudage par point qui permettent. Donc انا باش نديروا plusieurs soudage par point, les entreprises sont équipées de robots industriels, يعني غادي يخدموا بدي روبوت هما اللي غادي يديروا هاد لو سوداج بار بوين, qui permettent d'assembler automatiquement des tôles par application de points de soudure. Donc, on a automatiquement le soudage par point, ou le but du robot, c'est quoi? C'est assembler automatiquement des tôles par application de points de soudure. Comme vous avez remarqué, la phrase, on a écrit en gras, yani, imkin, gadi nhtajouha, bach nkhadmou باش نجاوبوا عليها في اسئله اخرين. تري بيان, هنا قلنا لو روبو دو سوداج بار بوين سوبور دو سيت ايبروف, يعني لو سيستيم ديالنا كيهضر على هذا لو روبو. لو روبو دو سوداج بار بوين سوبور دو سيت ايبروف بوسيد ان سيستيم ارتيكولي سامبلابل ا ان برا هومان. هو الشكل ديالو او الشكل ديالو داير على شكل واحد البغا, واحد الذراع بشريه. فوار ديسكريبسيون document ressource 1, document ressource 2. يعني هادشي هذا غادي باش تفهم لو فونكسيونمون ديال هاد لو سيستيم خاصك ضروري تمشي لدوكيمون ريسورس 1 اي دوكيمون ريسورس 2 غادي نشوفوهم. سو برا مانيبيولاتور سارتيكول سور بليزيور اكس, يعني عنده بليزيور اكس. الي موني دون تيت دو سوداج بار بوين, سي لورغان افكتور, يعني عنده واحد لا تيت دو سوداج, يعني هي اللي كدير هاد لا تكنيك هادي. وهنايا عطاونا لو سيستيم, هو هذا ديال لو روبو, لو روبو اوتوماتيك اللي كيدير لو سوداج بار بوين. وعطاونا هنا لي ريفيرونس ديالو, كل وحده كل رقم وعندها واحد المعنى, تيت دو سوداج برا مانيبيلاتور لو كونترولور ان سي دي سويت. هنايا عاد غادي نرجع للدوكيمون ريسورس. ها هو الدوكيمون ريسورس ديالي, هذا هو لو دوكيمون ريسورس كما كتلاحظوا دو, حيت قالنا باش تفهموا لو فونكسيونمون ديال لو سيستيم خاصك تمشي للدوكيمون ريسورس 1 اي لو دوكيمون ريسورس 2. حنا مشينا للدوكيمون ريسورس 2 وقينا فيه لي كونستيتيون ديال هاد لو بغا اوتوماتيك, وفيه الشيما سينيماتيك ديال لو روبو, وكيلكو زانفورماسيون في لا بارتي ترانسميتر اللي كتبوها لنا هنا. مزيان, دونك هنايا
نحاول نقرأ الدوكيمون ريسورس ديون فهمو ديون نحاول نفهمو ونمشيو دابا لابارتي الاخرى اللي فيها لو سيكل دو سوداج بار بوين يعني هاد لابارتي كلها لاباج 2 اي لاباج 3 كتشرح لنا جوست لو فونكسيونمون ديال لو سيستيم مازال ما دخلناش الاسئله دونك لو سيكل دو سوداج دان بوين هنا غادي يهضروا على لو سيكل دو اشنا هما المراحل اللي كيدوز منهم هاد لو سوداج بار بوين دونك كما قلنا لي فيغور سي دوسو ديكريف لو سيكل دو سوداج دان بوين qui se déroule en 5 phases. Donc on a 5 phases باش نديرو هاد لو سوداج بار بوين. La première phase اللي كتسمى لاكوستاج. Positionner شنو المعنى ديالها؟ سي positionner les électrodes, كنحطو les électrodes. La deuxième phase c'est le serrage. C'est saisir et maintenir l'étole. يعني غادي نحطو l'étole et on va les maintenir, غادي نزيروهم. من بعد لو سوداج faire circuler un courant électrique يعني هنا من بعد ما كنديروا لو سوداج شنو هو سي اون فا باسي ان كورون الكتريك من لي زيلكترود لي طول من بعد عندنا لو فورجاج سي ابليكي اون فورس امبورطونت يعني غادي نزيدو اون اوتر فورس هنا واحد اف 2 اون اوتر فورس غتكون كبيره بزاف ومن بعد لا سانكيام فاز سي لو غولاشمون écarté les électrodes le relâchement يعني les électrodes غادي يمشيو تي لما التلميذ مثلا قرا وما فهمش هذا الشيء هذا اللي كاتبين نورمالمون هاد لي ديسان هادو كيشرحوا لك هاد لو فونكسيونمون يعني عندنا من بعد اول حاجه لي زيلكترود هما لولي كنحطوا لي طول من بعد اون فا ابليكي واحد لا فورس اف 1 pour serrer هاد لي طول من بعد غادي ندوز ان كورون الكتريك من بعد عندي واحد لا فورس اف 2 تري غروند ومن بعد عندنا لو غولاشمون يعني لي زيلكترود غادي يتفرق دونك تري بيان عطاونا واحد لانديس اشنا هو لو فورجاج كيشرحونا لو فورجاج سي تو لوبيراسيون كي كونسيست ا دوني اون فورم ا شو او ا فخوا ا ان ميتال سو لاكسيون دون فورس وهنا عطاونا عاوتاني واحد الميبيان اللي كيحاولوا يشرحوا لنا فيه هاد لو فونكسيون دونك هنايا قبل ما نشوفوا هاد لا كورب هادي غادي نشوفوا لاكس دي زيكس ولاكس دي زيكريك دونك انا عطاونا لو طون وعطاونا لا فورس يعني ان هاد الميبيان هذا كيشرح لنا لا فورس اون فونكسيون دو طون يعني اول حاجه انا في تي تيغال ا زيرو ما عندي حتى شي فورس حتى لواحد لو مومون هاد لو مومون هو اللي كيتسمى لو سيراج يعني او مومون ديال لو سيراج كتابليك عندي واحد لا فورس اف 1 وهي اللي دايره هنايا في هاد لا فاز هادي دونك لا بارتي ديال السيراج عندي واحد لا فورس اف 1 هاد لا فورس اف 1 كتبقى حتى لو مومون ديال لو سوداج حتى لا فان ديال لو سوداج يعني لا فورس اف 1 كتبقى في هاد لي دو كا السيراج وفي السوداج من بعد في واحد لو مومون كتولي عندي كنطلعوا لا فورس يعني كتكون عندي من لا فورس اف 1 كنمشي لاون اوتر فورس اف 2 هي اللي كتكون في لا بارتي ديال الفورجاج دونك في السيراج و السوداج عندي واحد لا فورس اف 1 في الفورجاج عندي واحد لا فورس اف 2 في لو غولاشمون و في لاكوستاج ما عنديش حتى شي فورس لا فورس ايتيغال ا زيرو دونك هادي مهمه الحاجه الثانيه لا دوزيام كورب كتقول لي لو كورون اون فونكسيون دو طون دونك لو كورون اون فونكسيون دو طون هاد لو كورون هذا كيدار في جوست اون بارتي اللي هي السوداج كيتعاود دونك هنا حيت عندنا هذا علاش داروا الكورب حيت يعني لو سيكل كيتعاود